يفرض انه العين احمد الطيب البرهان وهيئة الاركان وفي النهاية اكتشفوا انه خاين. ماذا يعني انك انت تجيف تكتف يدينك ما تتحرك في مدني؟ المبرر شنو يا برهان؟ عشان احمد الطيب خاني؟ طيب ما تغير القيادة بتاعت هيئة الاركان، القيادة بتاعت الحامية الفرقة الاولى في مدني، غيرها فعلا وجاب لي وربيع، دكتور ربيع. دكتور ربيع ده له 3 يوم حسي في سنار. الجيش الهرب مع احمد الطيب وانسحب، الزور قائد الفرقة ده شغلته يمسك الفرقة الاولى يجيب الجيش ده راجع. هسي الموضوع ده الزول ده قاعد له 3 يوم في سنار. في البشير الموضوع قفل، البرهان خان البشير ما خان البشير ده كلام فاضي. البشير الشعبي طلع عليه 50 مليون طلع وقالوا ما عاوزينه. الجيش يا إما كان ينحاز للمواطن يا إما الجيش يخش في معركة مع المواطن. الجيش قرر ينحاز للمواطن كويس؟ في مدني المعركة ما انتهت، المعركة مستمرة. الزول جاب أحمد الطيب في مدني هو البرهان، دي غلط، يتحمل البرهان، لكن ما معناها عشان هو جابه خلاص نخلي مدني تسقط. سقط زول واحد بس في مدني كلها، في الجزيرة كلها سقط الغايد بتاع الحامي أحمد الطيب، ما سقطت مدني، ما سقطت القيادة، ما سقط الجيش، ما سقطت مجلس السيادة، ما سقطت هيئة الأركان، ما سقطت وزارة الداخلية، ما سقطت هيئة العمليات، ده كله ما سقط. سقط زول واحد اسمه أحمد الطيب، اكتشفناه خاين، جبت بدله زول. الزول ده هو شغلته يمسك الفرقة الأولى، الفرقة الأولى بتاعت مدني القاعدة في سنار دي ما محلها، محلها مدني. قائد الفرقة الأولى ما محله سنار اللي هو ربيع يا برهان، ما محله سنار، محله مدني. قوته قاعدة في سنار انسحبت تكتيكا، انسحاب هروب، انسحاب تغيير خدمة، انسحاب تشوين، انسحاب خوف، ده كله انتهى. معه قوته دي قاعدة في مدني، يجمعون سلام عليكم احنا محلنا الفرقة الأولى مدني. دارين تمشوا معي ولا ما دارين تمشوا؟ ما دارين نمشي. طوالي تطلع في التلفزيون يا اللي هو ربيع عشان ما تشارك في الخيانة دي، تطلع في التلفزيون تقول أنا استدعيت القوة بتاعتي دي وطلعت بيان استدعاء الفرقة الأولى والتجمع في مكان آمن في ولاية سنار ورفضوا وأنا بنسحب ذاتي وده الكاكب تعيب وقلعه. لكن أنتوا قاعدين سايقين السفينة دي ماشيين بها لحد ما تغرق، تجي في النهاية تقول لي خانونا. لا ما في زول خانك، خنتني أنت اللي هو ربيع. الفرقة الأولى محلك ما سنار، محلك ما القضارف، محلك ما كوستي. والهلع الدخل في نفوس الناس لانه القياده ما متحمل المسؤوليه، كل الجيش دار يسلم البلد دي للدعم السريع. مسؤوليتي انت احمد الطيب ده عرفنا خاين، خلاص الموضوع ده ما ماشيين، احنا متقدمين. انت عندك 12 نفر في الحريه والتغيير قاده الاحزاب خانوك، احنا قدمنا لك اكثر من 1 مليون مستنفر بين المواطنين. خانوك وخان الشعب السوداني 12 مواطن بتاع الحريه والتغيير. استبدلناهم بـ1 مليون مواطن مقاتل مدرب جاهز دخل المعسكر يجيف معك. لكن انت لانه واحد خانك خلاص المدني تسقط. غير القيادة انتهى الموضوع. تغير القيادة بزول كويس، الزول الكويس ده ما صرف تعليمات حس جاب قوته، يبقى دكتور ربيع ذاته خاين. ربيع محله مدني الفرقة الأولى، نقطة عربي انتهى. تجي تحاصر مدني باتجاهات مختلفة، تجي 3 4 متحركات تجي تحاصر مدني، الخطة دي السودان كله بيتكلم بها. تجي تحاصر مدني غير تحاصرة، تحصر القوة القاعدة في مدني يا تسلم يا تنتهي منها. كل ما ماشي في الشارع بتلقى غرية، بتلقى فريق، بتلقى حلال فيهم دعامة تمسكهم تقرضهم وانت ماشي لحد ما تصل مدني. ده شغل الجيش يا اخواننا. لكن ده يجي تقول لي والله احنا جيشنا تسلم، جيشنا انسحب، جيش ده ما قاتل، ما اسمها هزيمة بشرف. الهزيمة بشرف واللي هي بيجي بعديها تفاوض وبيجي بعديها تسليم وبيجي بعديها انهيار وبيجي بعديها سقوط، الهزيمة دي لما انت تقاتل ما دام ما قاتلت يبقى انت هزيمتك ما بشرف، انت سلمت البلد، انت الخاين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين
ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أتانا الآيتان في سورة سبأ، الله سبحانه وتعالى بيّن فيهما حال هذه المدينة التي كانت في حالة من رغد العيش والرفاهية العجيبة. يعني هؤلاء القوم، قوم سبأ في اليمن، هذه الآيات تتحدث عن اليمن، هذا اليمن السعيد وهذا اليمن الكريم، هذا يمن الحكمة الذي جعل الله فيه الخير والبركة، وجعل فيه الرجال الصالحين، وجعل فيه أهل الأدب والخلق والشرف. يعني اليمن الله مده بكثير من الخيرات والبركات، وكان من ضمن هذه الخيرات أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأن جعل لهم يعني رفاهية من العيش. هذا كلام قبل بحث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الحادثة التي نحن في تلاوتها قبل بحث النبي صلى الله عليه وسلم. كان هؤلاء القوم أرضهم عبارة عن جنان، ربنا أكرمهم بجنان الأرض، قالوا كانت أرض خصبة وكانت مخضرة، وقيل أن الماء كان ينزل من السماء وكان يلتقي فالجبال تمسكه، مما جعل أن أهل اليمن في سبأ بنوا سدا منيعا، فكان هذا السد الذي سمى بسد مأرب أو مأرب أصبح يمسك الماء، فأصبح الماء كل السنة لديهم، فهذا الماء أصبح يسقي الأودية والأشجار وأصبحت تثمر، والثمار كانت ثمار عجيبة. قيل أنه من شدة، كما جاء في تفسير ابن كثير، من شدة الرحمة والبركة في هذه الأشجار والثمار الطيبة، قيل أن المرأة ما كانت تحتاج أن تقطف الثمار الطيبة الحلوة الطيبة المذاق، إنما كانت تضع السلة على رأسها ثم تمر على الأشجار، والأشجار تتساقط لبعضها من ثمارها الطيبة، ثم تمضي المرأة وهي مليئة بهذه السلة وهي على رأسها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد كان لسبأ في مسكنهم آية. كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كان كل شيء لديهم، بلدة طيبة ورب غفور. يعني كان كرم من الله عز وجل عجيب، برغم أنهم كان من الزلل وكما كان عندهم من الأشياء الصغيرة، الله سبحانه وتعالى كان يعفو عنها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، بلدة طيبة ورب غفور. أغدق الله عليهم عز وجل بالنعم الكثيرة، وكان هذه النعم متمتعين بها وكانوا يحسون بحلاوتها. قلت لك يا أخي، الزول ما بيتعب عشان يقطف الثمر، هي تقطع عليك قطعة بتاعت مانجا ولا تفاحة ولا جوافة ولا أي شيء مما طاب من الثمار الطيبة والفاكهة الكريمة، ما بتتعب، ترفع يدك تنزل أو أنت ماشي براك بتجيك واقعة. دي ما إلا في جنة الله يا جماعة، هذا الكلام إلا في جنة الله عز وجل، ولكن الله جعله في الأرض. ها، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. الله ما خلق الخلق ليعذبهم يا أحباب، هذه القاعدة لابد كلنا نعرفها، لابد نؤمن بها إيمان قاطع، أن الله ما خلق الخلق ليعذبهم، ما خلقنا ليعذبنا، ولكن الخلق كانوا أنفسهم يظلمون. التمرد والظلم والجرم بيجي مننا إحنا دين، لما ننحرف عن جادة الطريق ونخالف أوامر الله ونفتري على ربنا ونتكبر ونتجبر ونطغو في البلاد ونكثر فيها الفساد، هنا ربنا سبحانه وتعالى يسمح بذلك، ما بيسمح. الأرض ما حقتنا إن إحنا نفعل فيها ما نشاء، نكثر القتلى ونكثر النهب والدمار والخراب، ده ما بيسمح ده ربنا يا جماعة. ما في أحد يستطيع يقول أنا أملك الكون فأفعل فيه ما أشاء. أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ أين هؤلاء الجبابرة؟ يعني الله قضى عليهم قضاء محكما، ما بقي لهم ولا أثر حتى، الناس ما بيذكرون إلا بالشر. لذلك كان في هذه المدينة كان آية من آيات الله، من النعمة الكبيرة. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ ودي ابن آدم، لما الله يفتح على العباد ويرطبوا الترطيبة بتجيب الافتراء على الله، وده كان حاصل يا جماعة. الخرطوم خير ما يعني، مثال الصلاة كانت فيها مثال واضح، النيل الأزرق القناة كان بتنقل الوسخ، بتنقل الوسخ بتاع الحفلات والعاريات والكاسيات والإجرام كله كان موجود، مش كده، حتى المخدرات أي شيء انتشر في البلد. فده معناها الناس بدلت نعمة الله، معناها كده، مش النعمة تبدلت، هم أرادوا أن يبدلوا نعمة الله عليهم. هذه آية من آيات الله، الله بيديك هذه البلد من أطيب الموية، ما بنحفر ليها يا جماعة عشان نشرب، فهي مويتنا في النيل دي قريبة، وده ما دلالة على أن النعمة قريبة. تمد يدك بالكوس تشرب من النيل، ده في الأنواع لما انقطعت في الأيام الأولى بالحرب ما مشينا جبنا الموية من النيل،
مش كده؟ ده معناها الخير قريب ما بعيد، يعني الله ما تعبنا في انه نحن نحفر 20 30 متر، في ناس بيحفروا 30 20 100 متر عشان يشربوا او يشربوا مويه، وبعد ده كله بتكون مويه مالحه. فانت لما تنظر في نعمه الله علينا، الاصل ان تستمر النعمه، ليه؟ لانه ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم. الله ما خلقنا ليعذبنا يا احباب، كما قلت دي قاعده اساسيه نحطها عندنا. فما الذي حدث لاهل سبأ بعد هذا النعم الكثيره؟ هم لحالهم يعني عرفوا وادركوا النعمه فاستمرت النعمه، ام ان النعمه تعطلت وتغيرت؟ والسؤال لماذا تعطلت نعمتهم؟ لماذا تعطلت؟ شوف ربنا قال شنو؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم بلده طيبه ورب غفور فاعرض. بس شفت الكلمة دي؟ دي جابت البلاوي كلها. فربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ناس كانوا الثمار الطيبة كلها موجودة عندهم، كل شيء بلد طيبة، حتى يقال في التفسير ابن كثير يقول أن هذه البلدة ما كان فيها بعوض ولا ذباب ولا براغيث ولا حشرات ولا صراصير ولا غيره. كيف الشيء العجيب ده؟ قال لماذا؟ قال ذلك لصحة الأجواء وطيب الهواء. هواء طيب، الأجواء طيبة، عشان كده قال ما في كان حشرات. تخيل معي منطقة ما فيها حشرات وفيها ثمار وفيها أشجار، طبعا دي إلا تكون قدرة ربانية يعني. فما كان عندهم لا بعوض لا حشرات لا ذباب، لأنه ما في عفن ما في أي شيء، بلد نظيفة، وده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ولكنهم أعرضوا، قال فأرسلنا عليهم سيل العرم. يا جماعة سيل العرم ده بالمناسبة ما بعيد. سيل العرم قال العرم هي قوة الماء، قيل هي الماء الغزير، العرم قيل هو الماء، طبعا السيل عارف